الأماكن كلها من هاشمك، أصحى على طول قوم على طول واشرب مية وسير الفول. حلو الشهر حلو حلو الشهر شهر بقى هي 15 أصحى أجل وش اللي قاعد يزعق ويقوم العالم؟ وابلع الفول بس خلاص. حسبي الله على بيسك يا السكرجي، طيرت النوم من راسي. شو الاصوات هذه اللي ما تخلينا ننام طول الليل؟ وهذا قاعد يشاخر لي. بورشيد 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 خير وش فيه؟ ايش بلعت انت؟ ما تقوم؟ انت ما تحس يعني ابو دارك؟ قم شوف الاصوات هذه. ايش رايك يعني؟ اقوم ارقص له اغني معه يا بنت الحلال خلينا ننام، وش بلعت انت؟ شلون ايش بلاني؟ قم قم ايه قم ارقص له قم ارقص له وطبل له زين على الصوت صوت. ما تقوم عاد ما تقوم وتشوف الحاله هذه اللي احنا فيها يا بنت الحلال. الصباح صباح من اصبح ايا خير، انا تعبان بالمزرعه وراي شغل، خليني انام. شوف احر ما عندي ابرد ما عنده، قم عاد قم شوف هالصوت هذا قم. يا كثر حتيت ويا كثر قرقت كثره. اصحى امسطول قوم على طول واشرب ميه وسيب الفول. هلا 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 وش ذا عمل؟ ما يطلبه النائمون؟ ها؟ ما في غيره هالمجنون وهالمهبول، ما في غيره. أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد الأحد. لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. أنا أصبح الملك لله. صبحك رب الخير يا بورشيد. الله يصبحك بالخير. أقول اليوم أشوف المسجد ما شاء الله مليان. ما هي بالعادة. لكن الله يسترك، والله يسترك. اللهم آمين، اللهم آمين. يا رجال أشغلنا يا رجال، ذا مو بصاحي. كنا نخط اللوحة وأشغلنا في أنفسنا، ذا مو بصاحي ذا. الخم بقاني. الخم بقاني. الله عقله. الله قبل أمس لاقيه منبطح عند الباب راجد. يهبا الله لا يبلعنا. الله يعافيه الله يعافيه ولا يبلعنا. يا رب لا تبلعنا. اللهم امين اللهم امين. يا زين شقت هالصباح. لا اله الا الله. صبحك بالخير يا رشيد. صبحك بالنور يا ابو عزوز. صبحك الله بالخير. صباح الخير. صبحك بالخير يا عزوز. الله يسبحك. والله يا رشيد اني شفت البلاوي من هالانادمي هذا. تصدق يا رشيد اني لجيت للحوش القاه فوق البقر ما غير يناقز من بقره لبقره، تدري ليش؟ يحسبها خير. خل عقله انا مو بليسه بشتغل مسحراتي. وانا وين رمضان بشتغل مسحراتي؟ يلا انا اتوهب شوزا في الباه. انا مو بليسكم والله اني يا الله ولدي ذا رقد طول ليله وهو فحط حاطي ميدان عنده كله تفحيط، يوم رقد وجد المهبول وينكد علي. اي عاد امال امر تربكم بالزباله. يالله والله انه خوفني حتى في الفراش، قمت من الروعه وسكرت الباب وكربسته ما عاد طلعت. الله يعطيك عن ثمك. طيب يا جماعه وش السوات مع ذا المهبول؟ والله يا الربع انا من جهتي ودي نتصل على الجهات المختصه علشان يشيلون الخنبقان يفكونا منه. يا جماعه الخير يا جماعه الخير، هذا ولد ديرتنا وغالين علينا وما عندنا هالجيز المساكينه. ان حبسناه بالشنب امه تبي تقتدي علينا. خلوه علشان هالعجيز ولا هو يستاهل السجن وزيادة بعد. طيب يا رجاجين وش هدبنه وش هدبنه؟ أبكل مخوذ هذا أو ذانا في بيوتنا ما قدرنا نرتاح. أنا أقول لكم وش الحل. الحل؟ أبكاته يا رشان وش عندك؟ الحل أنا مرت من المرارين طالع العاصمة، تعرفون أنا رجل اجتماعي بحب أقنع الناس عيونهم عيوني أكلمهم يكلموني. فولا مر من المرارين مريت لقيت شايب، الشايب مع ولد مريض يبي يوديه المستشفى، ابد نفس حاله سليمون. وهو له علاج هو؟ كيف العلاج؟ عندنا هنيه ديرتنا الله يعزها ما
عندك انواع الطب والتطبب والمتطببات، حاطين مستشفى كامل للدمار والمدمنين والمخدرات وكل انواع المشاكل. صح اخوي شيء، ورا ما ودي اخوي سليمان احد المستشفيات هذه وشوف له حل. اقول المستشفى هذا وين هو فيه؟ هذه مستشفى مهمه اسمها مستشفى الامل، فيها اصطاف ضخم، فيها عيادات، فيها سره على يقولون كثر عدد الشعر، مره متكامله، بس يبينا ندور لنا واسطه زين ناخذ لنا غرفه خاصه. ايش تقول يا رشيد؟ واسطه؟ يا جماعه الخير ما هو بحشانه ولا هو داشر ما ينبغى بالصريان عشان ما يبدا. ابا انت مسكينه ضعيفه ما تصدقون شعرها من حد. اجل ما فيه الا اللثم ابو طم هو اللي ما عارفه واجد. والله يا جماعه انا ليا في كل مكان الرجال انا عارفه، بس المواضيع اللي زي هذه اعذروني ما فيها مرجله. وش تبغى يقول عني ربعي؟ ابو طم قام يتوسط له في خنبقاني؟ يا ابو طم هذا ولد ديرتنا ولازم تبذل معنا يا اخوي. والله يا رجال جيل اباكم تعذروني. الا كنت وش قلت اسم المستشفى؟ هذا مستشفى الله يسلمك شفت في امريكا يقولون فيه ماين كلينيك، لكن اقوى مستشفى في امريكا. هذا يعتبر اقوى مستشفى في العاصمه، اسمه الامل. الامل؟ اوكي مستشفى الامل، عرف لي رجالنا هو المدير سذا يسمونه شعيفه. طيب مين اللي بيوديه؟ انا من ناحيتي ابتبرع بالتوصيله، توصيله بسيارتي الخاصه. بس شوفوا يا جماعه تروا هالوجه الله عشان الضعيفه المساكينه، حسبي الله عليه بالداشر. سعد الله لو قابله بشارع سد ومعي خيزران ملين همه لا نخه مع الباب. ايه بس ارشاد هذا يبارك رجال اللي ربطه. والله انت وحد بك على الخنبقاني انه يرضك 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 الان تعذره. ابد اجل ما تعرفون ارشاد بن حويرك من سلالة يسموني الفك المفترس. المفترس او اليد الحديدية. هو افربة فينا ويسموني دائما القبة الحديدية، ما يفكوني دين الا بزيت زيتون. الرجال بات الرجال هم يفوانك ذو بغت تنبح الرجال. لا بس اعبر عن شعوري. حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا يا الربع، اسمعوا يا جماعة راي ابو عزوز. تفضل. انا من رايي انكم تمسكون الرجال باللين والاقناع، وان مسكتوه بالقوة وبالغصب والله يرجع، ندخلوا المستشفى ويرجع. ايه بس يا جماعة هذا بيله واحد ذرب فلحتي ولا والله ينحس مخه. خلوا الموضوع علي، ما في غيره. القعس المفترس، قعس المفترس بالحتي والبربرة، هذا قناص أكثر واحد يقنع الواحد يقنع. شفت الوليد شفته؟ هي هي ممكن يقنعك إنه فيل. الله يعظيم منكم اثنين، فكوك ايش جايبين الحين؟ ايش تبون؟ الحقيقة يا سليمان، يعني أنا إحنا جايبينك هنا علشانك أنت تعرف أنت حقيقة بمثابة ولدي وأحسبك بحسبة ولدي. والله صح عداك العيب. علشان كذا يا ولدي يا سليمان، أنت عارف أن طال عمرك إجايزك ما لها لله ثم أنت. صح إيه عاد انت تعرف عجيزك لو صار لها شيء ولا حصل لها مشكله لا قدر الله لا سمح الله من هو اللي راح يرعاها ومن هو اللي ينتبه لها؟ ما في الا انت. صح اي عاد طال عمرك عاد انت يا ولدي عاد انت تعرف الله يهديك. العجيز ترى ما لها الا الله ثم انت، وانت كبير الكبير المكر. اي خربطتك هذه اللي في هالليالي وهذه لا تنفع والله يا ولدي، صح ولا لا؟ والله العظيم صح، يتكلم من قلب. فاهم صح. اقول وراك انت
وانا كل من اليوم انا مغير احاتي عليك واحاتي عليك منه وانت صح لعب بريسك ما تتبع نفسك انت عذيتنا بهالليالي ما خليتنا نقعد نرتاح ما خليتنا قاعد طول الليل مغير طاك 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 خربت بيوتنا خربت اذانينا لا نمنا ولا استمعنا ولا اسمع عندك غير صح يعني ما ادري من قلبي حسيت اني انا انفعلت اكثر من اللازم صح؟ انا ببليسك واللي كفختها وبس الا زودتها ونص كفختها تفيخ ارفق على الرجال عشان خليك ذنب والله انكم فكوك خلصون ايش تبون جايبين العين ايش تبون؟ والله يا وليدي يا سليمان احنا ودنا انك تروح معانا عشان تتعالج وبأس؟ اي والله بس يا اخوي علاج ماني متعالج المستشفى ذا استضافوني فيه اكثر من مره خلاص المستشفيات هذه يا ولدي ما انحطت الا لكم ومثل عيناتكم هالفاسده صح يا ولدي ما سمعت رشيد وش يقول حكم يقول ان في واحد ابد ما شاء الله مثلك مدمن اعوذ بالله لكنه دخل المستشفى وعافاه الله سبحانه وتعالى سبحان الله يا اخوي اخلص علي العشاء باذن انا عندي موعد بعد صلاه الجمعه اخلص علي يا اخوي عطى على عشاء الله يهديك احنا في عز الظهر تقول لي موعد عشاء بعدين الحين هالسمر لا تدقق قبل حل عطى على الحين هالسمر مدي الحين اقول لك كذا وتقول لي ماني برايح معك المستشفى ايه ماني رايح وضف وجهك انت والطرمبه اللي معك ها افا سمعت افا وانا الحين يقول لك طرمبه وانت ساكت وانا بعد سكت انت بتحسبني بسكت انا رشيد ابن حوالي يلا الحمام ايش ذا وين وين الدنسن ايش ذا احس ان الديره كلها تكرهني احس ان لا 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 يا قناص انت والله ما انت بسيط احنا مبليسك وش هالضرابه اول احسب انك داج ما حولك ما عندك الا اعشاب طلع والله في ضرابه وفي حكي وفي علم طيب الحقيقه يا اخوي رشيد انا الحقيقه اشكرك على 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 هالاطراء وعلى هالمجامله لكن ترى الضرابه من الله وبعدين طال عمرك شوف الضرابه هذه نعمه ما هي عند كل احد لا وهذه والله انك صاد انا بعضيف قاموس العربي الضرابه شيء غير اسمه الفراسه نعم. علمو بيسك بايروح الحاله بايروح المستشفى الحاله بدون تعب عاد هو سواء سبقنا ولا سبقنا اهم شيء انه معنا يلا خلنا نرن نلحق عليه قبل لا يجي الحاله يلا الله هلا مساك الله خير الله يسول خليك فاهم معي الله حياك الله مساك الله معك رشيد بن حويرش من كبارية تال حويرش يعني والبقهم محاورة أقول ورا ما تلفق الله يحيك إن شاء الله أقول الله يطول عمرك إحنا عندنا هذا الكلب هذا مدمن الله يطول عمرك عاد جبنا عاد المستشفى عاد نقول طال عمرك نبي له غرفة الحالة ما نبي أحد معه الله يجزاك خير وترى بعيف مسكين مش عشان هو الداجة الصايع عشان أبوينتس أبوينتس اللي ربته 9 شهور حملته 9 أشهر كل واحد يا أخي جايبين وش لذلك مسكين عشان أبوينتس اللي ربته 9 شهور بس قطعت قلبي سلامتكم وش غرفة وما غرفة انتو وياه داخلين فندق انتو وبعدين مدمنكم هذا ما له علاج وبس
يعني يدخل على الدكتور وياخذ علاج وتاخذونه، ولا ولا, ولا وش ولا اصبروا لين يفضى سرير. العظيم وبان الرحيم، اين ابو بليسكم؟ وش يفضى ما يفضى؟ وش يفضى ما يفضى؟ مدمن، مدمن مخدرات، مدمن مخدرات. تعرف شو مدمن مخدرات؟ يعني عاهة في المجتمع، يعني ضرر، يضرر الآخرين وممكن يسبب عمليات قتل. صح. وش الكلام الفاضي؟ صح. رشيد، ورا ما تسكر فمك إن شاء الله. ولا وش ولا جايبيني هنا؟ لا بس بادي ما في خاطري. أقول وش يفضى وما يفضى؟ ها؟ هذا مدمن مخدرات، هذا يؤدي للقتل ولا كل شيء. لازم الولد يتعالج، لازم تدوروا له سرير الحالة وغرفة الحالة. يعني هل اللي يجون يتعالجون وفي المستشفى هالحين بالله من المريخ كلهم عيال البلد؟ وبعدين المستشفى وش يشيل وش يخلي؟ طيب يعني والحل؟ ورا ما تسكر فم كرشيد. طيب والحل؟ الحل ان ما في لا علاج ولا سره. تدرون اسكت ولا كلمه ولا كلمه اتكلم من صرحتك. انا المحل هنا محله ولا حلت ولا شيء. خلاص الحل خلوه عندي، انا بتصرف. والله بريشكو، والله حاله والله مشاكل يا اخي. قايل لكم ما عندكم بدكم مضبطوني بتتلاقوا بتفرجوني. ما عندكم احد، انا ترى دايم اجيهم. تقول اسكت قاعد تقول بتخرخر المخدرات اللي قاعد يدي. هذا وقت حمامات؟ هذا وقت حمامات؟ هيا بليسك من شكال ابن عبدال. أخلص مبليسة بلع من العشاب. منه؟ أقول اسكت لا ألخك على خشيتك. يا زين الهم اللي فيني هلا ورجع الديرة ولا ولد براه بيقولون ذلكم والكميخ ما أرجعوا مثل ما راحوا. يا الله أنك صادق، بيأكلون وجهك أنت. أنا ما لا والله بيأكلون وجهي. يا أخوي اخلص راح العب لي سكتوا ذا العشاء ما نتطلب منها. حشران انت شيء؟ لا لا بنفتك منك. تكيب نروح نسبك للشرطة. يا الله تصدق كنت بقولها؟ والله بنفتك. كنت بقولها يقولون الشرطة في خدمة الشعب. كنت بقولها والله كنت بقولها. الشرطة كل متعافي. هذه يا ابن العمر السالفه كلها من طق فقرين. السلام عليكم. عاد انت عارف هذا الولد ولد البلد، وما دام ولد البلد لازم يتعالج. اي والله اي والله. ايش بلاك؟ ذكرت امه. اي امه مسكينه. انا شد امه عايمه. كل اللي قلت عليها بيعطيها مكلوب. اتصدقون اني حرمها ما تروح تطبخ لي، تمشي على رجليها وتصدقون رحولها وشعر حوت بعد. حقول يا رشيد انتو وش دراك عن كل ذا؟ يوم اللي طلع على باسبور تروح العاصمة مزيقينة. العاصمة باسبور؟ حالتها مباركة وبعد الا للنور الوحيد اللي هو بكر. انا وحيد القرن يا وحيد البكر. وحيد البكر؟ احترم نفسك، قال وحيد القرن. سامع انا ما تمشي علي حركات ذي. المشكله ما في دينا حل، ولا نقدر نودي المستشفى الامل حتى هم يبلغونا ويقولون في سرير فاضي. وش سريره ما سرير الله يطول عمرك. احنا يعني لازم ولدنا يروح يذبح لها احد ولا يقتل لها احد ولا يطق لها احد عشان ينوم عندكم. في حل غير الخرابيط اللي انت قاعد تقولها. وش هو؟ تجيب خطاب من مسؤول كبير يعتمد فيه، وقتها راح ينقلونه لك زي السلام عليكم. واحنا ترى ما جيناك وتعنينا لك واشغلناك الا عشان عجيزه الله يفتح مسكينه ذابحها للداشر مهبلبه كل شوي من شحتتها من مكان لمكان. اشغلها واشغل بجانب الو مباغته واشغلها واشغل مسلمين.
طيب طيب يا رشيد اخوي، اول شيء ابى اسالك، انت رحتوا المستشفى؟ رحنا. يكذب، ما رحنا. لا رحنا. رحنا يا طب العمر، رحنا وقالوا مش خشيتكم، ما في اي فائده، وتعرف هذا مساكين، يعني هذا يعني ابن الوطن، ابن البطن اللي ما له الا هذا البطن يعني يلجا له، وجيناك عشان تحل لنا هالمشكله ونعالجه ونخلص. ان شاء الله ان شاء الله، ولا يهمك ولا يهمك يا رشيد، انت غالي ما انت برخيص، وهذا فعل خير يعني ما في شيء. الله يطول عمرك ويسلمك. يقول ايش عليه يقول فعل خير، انت فعل ماضي. اقول اسكت، اسكت لا افقع وجهك، اسكت لا توشلنا قدام المعسولين والمزعولين. ما عرفنا من الرجال. معسول كبير. معسول؟ اي هذا يحطونه في جسمه في القهاوي. قهاوي الله يرحم لي والديك، اقول لك معسول كبير تقول لي قهاوي؟ اسكت لا افقع وجهك. هو معسول هذا يا رشيد. شوف يا ابوي، خذ الورقة هذه وعطهم إياها وتيسر أمرك إن شاء الله أنت وياه. قل يا الله، قل يا الله، يا الله إن الله يوفقه، قل يا الله، ويا الله إن الله يرزقه، قل يا الله. شو هذا اللي عندك أنت ولا واحد عندك؟ قل يا الله، الله ييسر أمورك، خليك ذخر من المحسولين والمتسعلين. كيف؟ بارك الله فيك. هلا هلا وياك. حياك الله. سكر يا الله، طلع الجوالات يا اخوي، ثلاث تليفونات كنت كبينه. ها قويه قويه، اللهم لك. يلا يا بي، يلا روح لرفيقك ولا شوف لك حل. ماني قايل لك اذا مشيت معي خليك في ساقتي. نعم ماني قايل لك خليك في ساقتي. خليك وراي، خليك وراي، تعال. يا الله ان الله يوفقك، يا الله ان الله يخليك ذخر للمعسولين والمسعولين بل الله يسلم عليك. خلاص امشي، يلا يلا الله يستر عليك، الله يسر امرك، الله يشفيك يا اخوي ولا يبتلينا، لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما يضرب الشيطان، الناس تبتليني في المكان المتحف. السلام عليكم. السلام عليكم يا الحبيب. ما في احد؟ ما في احد يجيك الحين. وين داخلين مطعم انتو يا ولد؟ يا اقول خذ خذ خذ. وش ذا؟ هذا طال عمرك خطاب، خطاب حق الواسطة، حق هالولد. عاد عاد تكفى، عاد لا تنسى نبيه في غرفة الحالة. وش يضحكك؟ شف ها، وش هو ذا؟ هذا ملف مليان خطابات مثل خطابكم هذا، وانا من رايي انكم تروحون وتجون عقب شهر ولا شهرين، ونصيحه مني انكم تتصلون من ديرتكم علي قبل لا تجون عشان توفرون بنزين. اه وش رايك بذا الحل؟ وش ذا الحل؟ ما شاء الله عليك الحقيقه يا رشيد، توني اعرف ما شاء الله انك ذرب ذرب ذرب، ما شاء الله ما شاء الله عليك. والله شو نسوي يا قناص، حدونا الله لا يبارك في الشيطان ابن عيطان، لا بارك الله فيهم. وين في سامع صوت هذا النقاص؟ وش ذا رشيد؟ وش ذا الرجال؟ الرجال قام سلم انقاض، سلم انقاض يا رشيد. ما عليك ما عليك، عامل احتياطاتي واللوجستية والغير لوجستية والطاولية. يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي. نعم يا رشيد. جهز الجرعة. جاهزة طال عمرك. دي اسمها الكمدب الرمدة. وش ذا يا رجال؟ انا شام من ريحة طال عمرك نافورة نافورة ولا شلال؟ لا لا، هذه الجرعة، الجرعة الله يبارك فيه عبارة عن أسيد مع فلاشات، فلاش مع منظف بلاعات، خله يخرش مخه خرش ينسى شيء اسمه إدمان. رح نفذ 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 عبر الجرعة. أبشر طال عمرك. سليمان مريض العزيز، انت عارف إبرة الكمدة بالرمدة دي ما بتمشي معك؟ لا ابدا، انا كنت غلطان. انت بتمشي معك إبرة وردي. الله يقطعك انت ذا اللي لابسه على راسك، ذكرتني. ذكرتك بشنو؟ صدى الملايب، صدى الملايب حبيبي رشيد. انا مش انانيه، انا
أنانية أنانية والعمر كنت قايطية.